شنو اللي كيخلي هاد الشباب يعني شباب اللي في مقتبل العمر شباب اللي هما قاريين شنو اللي كيخليهم انهم يركبوا قوارب الموت زيدك الاستاذه الكريمه شابات ماشي غير شباب شباب اذا بينهم شابات. شابات ومن بينهم امرأة حامله مع راجلها لا حول ولا قوة إلا بالله وشابات ماشي وحدة ماشي جوج وربما في في ملي كنت كندير كاينين صور ديال رائعات الجمال شنو اللي تيرمي بك البحر شنو تيرمي بك في نظارك؟ ملي ملي كنقول لك تقدرتي قدرتي وانت كتسكن في دار ما عندهاش باب ومغطيه غير بميكا وتقدرتي تجيب لها ليسونس بمعنى بوجور اذا فينا هو حقك في الشغل ياك الحق في الشغل حق في الدستوري كيضمنوا لك الدستور نعم فينا هو حقك في الكرامه فينا هو حقك في السكن ما تنسى هادو راه ولاد منطقه سيدي مؤمن راه نفس المنطقه اللي كانت فيها الانفجارات ديال 2005 وصاحب الجلاله كان متشدد في انه ضروره الاعتناء بالمنطقه اذا علاش من 2005 لدابا ما يقارب 18 سنه كي والحمد لله اللي هاد الوليدات رموا انفسهم في البحر الحمد لله اللي ما داروش الاحزيمه وانفجروا عاوتاني تتبقى تتبقى ازمه كورونا الظروف الاقتصاديه العامه حنا كنعيشوا دابا ارتفاع الاسعار حنا كنقولوا 14 درهم دابا المازوط وليسانس راه سمعت انا من مصادر ان حنا غنوصلوا 25 درهم في المازوت واش تصوري معايا واقع بحال هذا ما غاديش كيبقى فشل ديال المجتمع المدني كذلك ما نحملوش غير الدوله المسؤوليه المجتمع المدني فينا هي الجمعيات اللي تأخذ فلوس صحيحه بسميت المبادره الوطنيه التنميه البشريه والشباب تيضيع فينا هي الاوراش ديال دور الشباب فينا هي تكوين المهني اللي خصو الشباب فينا هي برنامج برنامج الانطلاقه اللي تعطى فينا يبز مجموعه ديال الأوراش الا كانت الاراده المولويه تمشي في واحد الاتجاه فينا هو الدور ديال الاحزاب السياسيه الدور ديال المجتمع المدني وبطبيعه الحال الدور ديال الدوله في تحمل المسؤوليه نعم. <applause>